قال: وإن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما. الآن أشار إلى المحظور الثامن وهو أغلظ المحظورات وهو الجماع، وقد دل عليه القرآن: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال الرفث فسره غير واحد بأنه الوط أو الجماع. وقد ذكر العلماء أن من وقع منه الجماع في الحج فإنه يترتب عليه الأمور التي أشار إليها المصنف رحمه الله، حيث قال: فسد نسكهما. هذا أولا، يفسد النسك، وقلنا أنه أغلظ المحظورات، ولذلك أحكامه اختلفت. فمن وقع فيه، حتى نوضح العبارة، نقول: من وقع في الجماع قبل التحلل الأول، حتى نشير إليه إذا وقع بعد التحلل الأول. من وقع في الجماع قبل التحلل الأول أولا هو آثم، ثانيا يفسد النسك، يفسد هذا الحج. قال: ويمضيان فيه، يكملانه، ما ينقطعان ولا يعودان. قال: ويقضيانه ثاني عام، يجب أن يقضيانه من العام القادم، وهذا هو الوارد عن الصحابة. واستحب أهل العلم أن يفترقا في القضاء، من متى؟ قال الحنابلة: يفترقان من الموضع الذي وقع فيه الجماع. طيب، يعني من الوقت أو من اليوم الذي وقع فيه الجماع يفترقان، لا يكونان جميعا. هذه الأمور تحصل لمن وقع منه الجماع في الحج قبل التحلل الأول. طيب، فماذا على من وقع منه الجماع بعد التحلل الأول؟ بالإجماع أنه لا يفسد حجه، وإنما يفسد إحرامه. وعلى هذا يقولون: يخرج إلى الحل ويحرم، يعيد الإحرام. أما الحج فالحج صحيح، وعليه فدية، وسيأتي ما هي الفدية، هل هي يعني شاة أو أنها بدنة. طيب، هذا في الحج. طيب العمرة، العمرة إذا وقع الجماع قبل السعي فسدت، وبعد السعي صحت العمرة وهو آثم وعليه شاة. يعني إذا وقع بعد السعي وقبل الحلق، وقبل الحلق، لأن العمرة لم تتم. وهذا يعود إلى أيضا مسألة يذكرها الفقهاء، وهي: هل الحلق إطلاق من محظور أو نسك؟ الجمهور أنه نسك، ولذلك يعتبرونه من العمرة. وعلى هذا يقول أنه إذا وقع منه الجماع بعد السعي وقبل الحلق فعمرته صحيحة وعليه شاه.